السلام عليكم؟ لا أنا بقول السلام عليكم. وأنا بقول لا. عجيبة. لا عجيبة ولا غريبة. بلغيك بالسنجوحة. هقول لك عليكم السلام هتقول لي بابا جه، هقول لك ما جاش، هتقول لي اديني جنيه عمل ما يجي، هقول لك لا. خدتها أنا من قصرها وقلتها بدل ساعة بالقال. ما شاء الله ما شاء الله، حضرتك بتتكلم بالاختزال دلوقتي. أنا لا أعرف لا إنجليزي ولا اختزال، أنا بكلمك بالعربي. بقى أنت تبقى خالي أنت. يا أخي بلاش، ابعت لي الربدية. أعوذ بالله. ما طبعا واحد معلم مثقف زينا ما يصحش يقول يا أونكل لواحد جاهل زي حضرتك. على كده الجاهل له فوايد. بلاش كلام فارغ ده. الله يسامحك يا محبوب أفندي. أفندي ونص. أنا قلت حاجة يا أفندي؟ الله ما طولك يا روح. والله إن قصرت يكون أحسن. اسمع يا راجل أنت. أفندي. بصفتك موظف عند بابا فأنا أأمرك تدفع 5 جنيه حالا حالا. قديما العب غيرها. انا بنزلك. ايه بتهددني يعني؟ لاخر مره. سيبك من الكلام ده، ولاد البلد ما ياكلوش منه. فوق اصحى. لحسن تبص تلاقيني تحولت الى شمشوم الجبار، وفي لحظه تبص تلاقي الدنيا دي كلها اتطربقت عليك وعليا وعلى بابا كمان. كده كده نقره واحده. يلا يلا انا ما عنديش وقت. يا تدفع 5 جنيه يا من هنا على النيابة على طول. نيابة؟ ليه؟ قتلت؟ سرقت؟ أيوة. أنت زورت. أيوة أنا زورت. حكيم أنا ما فلحتش في المدارس وكتبت على الكارت بتاعي إن عندي الدبلوم. خلي كلامك ده لوكيل النيابة، شوف هتقول له إيه بعدين. نيابة؟ ليه؟ أنا أروح للنيابة؟ أيوة أنت تروح للنيابة علشان أنت زورت وشهدت على عقد مزور. عقد ايه؟ عقد ايه؟ عقد 6 نفوس العراقية، عقد ال10 قراريط الصادر من ابويا لها. انت فاهم؟ انا شارلوك هولمز. انا شهدت بالحق، ابوك باع وست نفوس اشتري. ومع ذلك ابويا هيطعن في العقد ده بالتزوير. ازاي الكلام ده؟ هو ده السر اللي هيطلع مني للنيابة فورا اذا ما كنتش السد بقي ب10 جنيه. ما انت لسه قايل 5. ما تناقشنيش. لاحسن الكلام يوسع بقي فيحتاج لفلوس اكتر علشان ينسى. اتفضل قول. عندك ورقه؟ زي دي؟ كويسه خالص. بص كويس. ده بقى صلب عقد البيع الصادر من ابويا للست نفوسه. في اخر العقد البائع. وهنا المشتريه. وهنا الشهود. عارفين عشان كل واحد يمضي في الخانه بتاعته. اللي حصل ان الست نفوسه مضت عند بنتها هنا تحت كلمه المشتريه. وانا مضيت في خانه الشهود. هنا. لا على اليمين شويه جنب اسمك. اما اسمي انا يا حدق محبوب غندور ابويا كتبه بخط ايده على شمال اسمك الكريم. فهمت. معناها ان ابوك مضى بدالك في خانة الشهود وانا كتبت اسمك في خانة البايع. طب وانا مالي ومالك؟ اسمتك ياما في الحبس مظالي. حبس حبس، هما اللي هناك اوحش منا. والله المسألة متروكة بقى المزاجة. انا هعد لغاية 3، يا تدفع يا هخرج من هنا على النيابة. ها قلت ايه؟ طيب اجلها شوية. لا مش ممكن. خلاص انا هعد اهو. 1 2. طب ما تخلي الثلاثة دي لما نشوف ابوك هيقول ايه؟ ادفع عربون وعندئذ ننظر في التأجيل. قد ايه؟ مفيش فرق، اني تدفع. ريال ينفع؟ ايه؟ ريال؟ برضه ينفع. باي باي. يا عم خليل. يا عم خليل. نعم يا معلم فعتول. ابوك تخلي بالك لحد ما اوصل لحد مصر القديمه. ايه طايح بيت المعلم؟ بيت الهباب. ايه فيها حاجه؟ كان يوم اخبر يوم ما المعلم غندور دخل المخزن ده. الصبر طيب يا اخي ساعدوني. صبرت لحد ما غرقني وخد مني مخزن الفراشه ده ونص البيت اللي عمال ينصب بيه. وبعد ما كنت سوى املاك وهو بيشتغل عندي صبحت انا اللي بشتغل عنده وهو اللي سوى املاك. معدك
معلش تتعدل يا معلم سعدون.